لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تدخل الفراء تابعوا لمحمد الشيبي هو اللي نفذ الخطأ. لاحظوا هنا ارتباك محاولة ابعاد الكرة من طرف لاعب ياسين عجيبة. تدخل الفراء والموقع البوركينابي باسيري كومباور يتمكن من تسجيل هدف. اذا باسيري كومباور يتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده فريق شباب عطلس فوليفرا بعد ارتباك واضح على مستوى التغطيه الدفاعيه. كيتمكن لاعب البوركينابي من تسجيل الهدف الاول كيجي في حدود الدقيقه 11. هدف اول لفائده فريق شباب عطلس فوليفرا. تابعوا محمد الشيبي هو اللي نفذ الخطا. لاحظوا هنا ارتباك محاوله ابعاد الكره من طرف لاعب ياسين عجيبه. إذن غنتابعوا ضربة الجزاء لفائدة فريق سريع واتزم بوراد حيبور. نقول بأنه ضربة جزاء هي لقات هنا لأكيد عدم الترحاب والترحيب بهذه ضربة الجزاء اللي صمت في المدرجات. إذن غنتابعوا ضربة جزاء. الحكم كيطلب من اللاعبين ان يكونوا خارج مستطيل العمليات. مراد حيبور وجه لوجه مع الحارس عصام الحلافي. مراد حيبور والحلافي ولكن حيبور كيتمكن من وضع الكرة في الشباك. هدف التعادل لفائدة فريق سريع واتزم بواسطة مراد حيبور من نقطة الجزاء. كيتمكن من تسجيل هدف اللي جا في حدود الدقيقة 34 وبالتالي فرحة كبيرة. لاحظوا الجماهير والأنصار ديال فريق سريع واتزم التي انتقلت لمدينة خليفرة من أجل مساندة